أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة حم والكتاب المبين. إنا إنا كنا منذرين. فيها يفرق كل أمر حكيم. أمرا من عندنا، إنا كنا مرسلين. رحمة من ربك، إنه هو السميع العليم. صدق الله العظيم. أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، آمين. تحية حب وإجلال وتقدير لكم أيها المشاهدون الكرام، ونحن ضيوف عليكم في هذا اللقاء الطيب المبارك، ونحن نتنسم عبير شهر رمضان المبارك. كل عام وأنتم بخير، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل صيامكم وقيامكم وصالح أعمالكم كما أدعوه سبحانه وتعالى ببركات هذا الشهر العظيم، أن يحفظ مصر وأهلها، وأن يحفظ مصر وجيشها، وأن يحفظ مصر وقادتها، وأن يجعلهم دائما دعاة خير وسلام وأسباب للرخاء والنماء لمصرنا الحبيبة، كما أدعوه أن يحفظ نهر النيل بحوله وقوته، فلا يمكن منه عدوا ولا حاسدا ولا شامتا. وإني أبشر المهتمين بهذا الأمر ببشارة تطمئنهم على نهر النيل، أن ليلة الإسراء والمعراج رأى النبي صلى الله عليه وسلم نهران يفيضان من الجنة، فسأل سيدنا جبريل عليه السلام وقال له: ما هذان النهران يا أخي يا جبريل؟ قال له سيدنا جبريل: إنهما النيل والفرات، فلن يجف نهر يفيض من الجنة، لأن أنهار الجنة لا يجف ماؤها أبدا. فمهما حاول المتربصون والحاقدون أن يجففوا شيئا من نهر النيل، لا والله، فهذا ما فعله سيدنا عمر بن الخطاب حين جاء سيدنا عمرو بن العاص فوجد الناس
هنا في كل عام يأتون بأجمل الجميلات ويلقون بها في نهر النيل حتى يفيض، فإذ به يكتب ورقة سيدنا عمر ويرسلها ويأمر بإلقائها في نهر النيل، يقول له: أيها النيل، إن كنت تفيض من عندك فلا حاجة لنا إليك، وإن كنت تفيض بأمر الله فافعل. هذا ما يطمئننا، هذه قضية ستنتهي حتما لأهل مصر القرماء الأوفياء، ولتعلم تلك الدول المتربصة والمتعنتة أن هذا النيل من خيره ومن بركاته يطعم العالم كله. من خيره وبركاته تفيض مصر على الجياع، تفيض مصر على اللاجئين، تفيض مصر على كل من جاء إليها من كل أنحاء العالم. فمن لم يجد له موطنا فموطنه مصر، ومن لم يجد له غذاء ولا طعاما فطعامه وشرابه في مصر. متى ضاقت مصر بأهلها، ومتى ضاقت بضيوفها، ومتى ضاقت بالمتعشمين فيها،